خلوني أروح على خبر أنا أعتقده لطيف جدا. 40 حزب سلموا الأكاديمية الوطنية للتدريب مقترحات. تحالف الأحزاب تحديدا بيتكلم في ده بشأن مسألة مؤتمر الحوار الوطني. سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا يوسف بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم المحترم. أنا لسه باعت السلام النهاردة بالمناسبة. وصل وصل طيب. اهلا بيك اهلا بحضرتك. اهلا بيكم الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده الدائم. احنا 40 حزب سلموا الرؤيه بتاعتهم فعلا. ده صحيح يا فندم بالظبط. طيب بتشوف اتفضل يا فندم. الحقيقه يعني في عجاله كده او في شرح مبسط، الاحزاب المتالفه داخل تحالف الاحزاب المصريه عملنا اجتماع وقلنا ان الفرصه جت للاحزاب انها تتحاور وتقول رأيها. لما سيادة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية وسيادتك كنت منور فيه يا فندم شرفنا، قال إن الحوار الوطني، فالحوار الوطني فرصة جت للكل بما فيها المعارضة، بما فيها وجهات صح. النظر الأخرى اللي إحنا ممكن نختلف وجهات النظر، لكن لا يمكن إن إحنا جميعا نختلف على الوطن وعلى المواطن المصري وعلى دعم القيادة السياسية من أجل المرور من عنق الزجاجة. فاتفقنا كلنا أن احنا نقعد بدل ما كل واحد فينا يتكلم في اتجاه معين أو في اتجاه تاني، أن احنا كل حزب من الأحزاب يتقدم بوجهة نظره اللي هو شايفها، لكن في الآخر أكيد احنا كلنا هيبقى في وجهات نظر متفق عليها أو مستقرة بيننا كلنا وبين بعض أو يعني متشابهة، وطرق الحل فيها ايه. نمرة اتنين سيادتك، احنا قررنا كمجموعة احزاب في التحالف ان احنا ما نحطش مشكلة ونسكت، لا احنا نحط مشكلة نقول احنا تعبانين من الحاجة الفلانية وشايفين وجهة نظرنا كده، وجهة نظرنا دي قد تكون صواب وقد تكون خطأ. قناعتنا تم بان مش كل حاجة نقولها هي اللي صح، قناعتنا تم مش ان احنا بنفهم بس والاخرين، لا بالعكس، الحوار معناه ان احنا ناخد ونتكلم نقول اللي قدامنا يقول واحنا نقول. واحنا رفعنا شعار في حزب إرادة جيل قلنا بالحوار نجني الثمار. الثمار اللي احنا هنجنيها دي بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما ديمقراطيه فعليه ووجهات نظر بين الاطراف تتناقش عشان خاطر مصلحه الوطن وعشان خاطر مصلحه المواطن، يا إما الحوار هيجني الثمار بتاعته لو اختلفنا وبقت العملية عملية شد وجذب من أجل يعني عفوا فرد العضلات أو إن أنا أقول إن أنا فاهم وغيري مش فاهم أو إلى آخره، يبقى في النهاية ما بقاش حوار، بقت مشاجرة. فكلمة الحوار الوطني كلمة ليها معايير وليها قيم صدرت من السيد الرئيس لصالح كل الفئات مش الأحزاب بس، وده شيء كويس قوي عشان نتفاعل وعشان نشوف وعشان وفعلا عشان من اجل ان احنا نخرج من الازمات اللي احنا بنتعرض ليها اللي هي مش ازمه في مصر بس سياده، دي ازمه في العالم كله واحنا من ضمن العالم. صحيح. وبالعكس كمان ده احنا عايزين نقول ان احنا كمان كاحزاب متفقين مع المزيد من الحريات، لكن ده مش معناه ان ما عندناش حريات. احنا عايزين مزيد من الحريات، وباكد مره ثانيه ان كلنا متفقين على ان في حريات وان احنا عايشين عصر حريات، مزيد منه اهلا وسهلا بيه. لكن لما نيجي نقول حريه الامن والامان، احنا عايشين بيها ولا مش حاسين بيها؟ طبعا. حريه من ضمن الحاجات المهمه جدا، حريه الامن والامان اللي سيادتك لا يمكن لو دفعت فيه مليارات وما تحققش ممكن ما تحققش، يبقى بالتالي لا في نهوض اقتصادي ولا في نهوض اجتماعي ولا في نهوض سياسي ولا في حاجه ابدا، فالامن والامان من ضمن الحاجات اللي هي مهمه جدا اللي احنا لازم نوجه فيها الشكر القوات المسلحه طبعا. والشرطه المصريه وعلى التضحيات اللي هم بيقدموها. اتفقنا في الـ في الـ في الحوار الوطني الاحزاب المصريه لتحالف الاحزاب المصريه بكل الاحزاب اللي فيها، ان بعد ما كل واحد فينا يعمل وجهه نظره في ورقه ويقدمها للهيئه اللي تشرفنا بالجواب اللي جالنا منها، ان احنا نعمل كمان ورقه اضافيه بعد كده. واحنا فعلا بالفعل راح الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده والاستاذ محمود نفادي المتحدث الاعلامي راحوا سلموا كل الاوراق الخاصه بكل الاحزاب اللي قدمت،
اتفقنا على اننا كمان هنعمل اجتماع تاني وشكلنا لجنه ان احنا نعمل بقى ورقه شامله لكل الاتحاد وجهات النظر فيها ايه، من المحور الاقتصادي على المحور الثقافي الاجتماعي، كل المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها، بحيث ان احنا يبقى قدامنا عناصر ثابته نتكلم فيها بالاضافه الى وجهات النظر الاخرى بما فيها وجهات نظرنا في حريه الاعلام والثقافه كمان والحاجات الخاصه بالمراه ودعم الشباب في المشروعات الاقتصاديه. وانا الحقيقه سعيد بالكلام اللي قاله سياده النائب الدكتور احمد، عايزين نفكر فعلا خارج الصندوق. بحييك ان احنا عندك فكره هتعرضه، وخاصه ان احنا وسيادتك نائب محترم الله يخليك يا فندم، يكون دوره ان احنا عندنا ترسانه قوانين محتاجين احنا نعرف احنا ايه، يعني القوانين دي كلها حجم كتيره جدا، عايزين نحط والدور مجلس النواب مع مجلس الشيوخ ان نحط طبعا فكر جديد يبقى يتلائم مع وجهات النظر اللي كلنا بنتمناها، تدعيم الصناعه، تدعيم الزراعه، الخروج بمنتج مصري يلائم وينافس المستوى العالمي. ايه اللي محتاجه المصنع النهارده محمل بأعباء غير عاديه، ازاي نقدر نحط برضو قوانين تريحه شويه تدعمه. طب سياده النائب انا يقدر ينافس، انا عايز يعني اسال سؤالين بعد اذن حضرتك. اللي انا فهمته اولا صحيح لو انا غلطان، اللي انا فهمته انه كل حزب من الأربعين الاعضاء في التحالف قدم رؤيته، وانه كمان هيتم وضع رؤيه موحده تجمع المشتركات ما بين رؤى الأربعين حزب مع بعض، صح كده؟ بالضبط. حلو قوي. انا بقى سؤالي وهو انه هل التحالف هيقوم بمخاطبة بقية الأحزاب المصرية بضرورة الإسراع في تقديم رؤاها؟ أنا أعتقد إحنا عندنا تقريبا أظن حوالي 105 حزب، مش كده ولا إيه؟ لا هم أقل من كده سيادتك شوية، حوالي 91 حزب تقريبا. طيب. في منهم يعني لو قسمناهم هنلاقي فيه المتنازع عليه بالرئاسة واللي منصب الرئيس مش موجود فمش عارف يعمل، لكن في النهاية لا حضرتك عندك عدد لا يزيد عن 40 50 حزب هم الفاعلين على أرض الواقع، أو 60 حزب كبير قوي. النقطة الثانية اسمح لي ممكن أتكلم في أرجوك. الأحزاب دي أرجوك. حاجة بسيطة قوي. أيوة فضل. إحنا محتاجين نقول للناس اللي هي بتتكلم عن الأحزاب كتيرة في مصر، لا الأحزاب مش كتيرة في مصر، فرنسا وأنا دايما أقول الكلام ده عندها 408 حزب، لكن احنا في النهايه احنا 100 مليون مواطن. وجود الاحزاب قد يكون حزب من الاحزاب غير ممثل، ولكن عنده فكره، عنده ناس بتقدر تقول فكره تفيد الوطن والمواطن. لكن ارجع لسؤال حضرتك المحترم، ان احنا بالنسبه لنا نخاطب بقيه الاحزاب، اعتقد كمان ان بقيه الاحزاب الحقيقه قامت بدورها وقدمت، لكن انا بتمنى ان يبقى في يوم تلتقي الاحزاب كلها في مصر مع بعضها. يا ريت تقعد تعمل حوار مع بعضينا كده نتناقش. صح. اللي عايز يتكلم عن الحريات يقول اللي عايز، لكن برضه نتكلم عن دي ونقول ان في دور بيتعمل. انا عايز اقول لسيادتك، هرجع برضه للحريات، النهارده لما بنشوف سياده الرئيس بيطلع الغارمين والغارمات، وبنشوف ان خروج في كل مناسبه من المناسبات خروج ناس من السجون، وبنشوف الكلام ده كله، ما ده برضه شيء من الحريات وشيء من اللي احنا بنطمح ليه. عايزين اكتر من كده؟ احنا ما عندناش مشكله، بالعكس، لكن تبقى حريات مسؤوله، تبقى طلب مسؤول عن الحريات. نتمنى ان الاحزاب تقعد كلها مع بعض، ده امنيه عندي انا شخصيا، ومستعدين احنا كتحالف الاحزاب المصريه نوجه دعوه لكل الاحزاب المصريه اللي موجوده، وكلنا في النهايه اخوه، كلنا في النهايه مصريين، كلنا في النهايه قد نختلف على الترابيزه لكن لن نختلف على الوطن. صحيح، احنا شركاء في البلد دي، يعني المواطن احنا شركاء، ودي بلدنا يا فندم. طبعا. دي بلدنا، احنا احسن من غيرنا، ولازم نتمسك بيها، ولازم نبقى في ظهرها، ولازم اروح فين يعني ولو بصينا حوالينا، لا احنا الحمد لله وربنا يسترها ويتمها بالستر على المصريين كلهم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. انا اشكرك جدا 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 يا فندم على المداخله، وباذن الله نلتقي في القريب العاجل، يبقى لنا الشرف. كل الشكر لسياده النائب تيسير مطر، رئيس حزب اراده جيل وامين عام تحالف الاحزاب المصريه.